بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم متابعينا في كل مكان في قناة الزراعة في مصر وأسعار الخضار. متابعينا في كل مكان، ما تنسناش بالدعم، الدعم باللايك للفيديو، ولو في أي متابع جديد ما ينساش يشترك في القناة بالضغط على كلمة اشتراك باللون الأحمر أسفل الفيديو وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد. يعني لو مهتم بالمحتوى وحابب تعرف الأسعار يوم بيوم، أسعار اليوم الناس اللي بتقول التاريخ النهاردة 15 مايو 2022، سعر الخيار اليوم في سوق العبور، دي اسعار الجمله يا جماعه، من جنيه وربع الى 2 جنيه. البتنجان الرومي يا جماعه من جنيه وربع الى جنيه ونص. البطاطس، بطاطس تحمير من 2 جنيه و70 قرش الى 2 جنيه و80 قرش. البتنجان العروس من جنيه 75 قرش الى 2 جنيه وربع اعلى حاجه. البتنجان الابيض الحشو بجنيه. بتنجان المخلل اللي هو لونه بنفسجي كده من جنيه الى جنيه ونص، وممكن تلاقي ب2 جنيه اعلى حاجة. الشطة يا جماعة اللي كانت ب25 و35 جنيه بجنيه ونص الى جنيه 75 قرش. الجزر يا جماعة بجنيه 75 قرش للكيلو الى 2 جنيه. في خيار يا جماعة اعلى حاجة ب3 جنيه. الليمون، الليمون يا جماعة من 10 إلى 14 جنيه. الفلفل الوان اللي هو بيبقى منه أحمر وأصفر من 10 جنيه إلى 12 جنيه. يا جماعة الأسعار دي أسعار الجملة في سوق العبور، برا هتلاقي الأسعار الضعف، ممكن تلاقي أكتر كمان من الضعف، لا يعني هتلاقي ممكن 3 أضعاف أو 4 أضعاف الأسعار دي كمان برا في سوق التجزئة. يعني التجار اللي بتاخد يعني بيحسبوا ايه العربيات والمشال ومكسبهم وايجار المحل و و و و والى اخره، وبالاضافة لذلك يحطوا لهم هم مكسب، تمام، وكله ده على دماغنا احنا، على دماغ المستهلك. نكمل يا جماعة وربنا يرحمنا. البصل الاحمر يا جماعة من جنيه وربع الى جنيه وستين قرش. التوم الاحمر سعره ارتفع شوية اليومين دول من 5 جنيه إلى 5 جنيه ونص للكيلو في سوق الجملة. البامية يا جماعة ب18 جنيه، البامية في سوق الجملة اللي انتوا شايفينها قدامكم دي ب18 جنيه. بيبيعوها برا بكام بقى في سوق القطاعي؟ ممكن تلاقي حد بيبيعها ب35، تمام، يعني بتبدأ معاك ونفترض من 30 جنيه إلى 50 جنيه و55 جنيه للكيلو. كانوا بيبيعوها ب150 جنيه في شهر رمضان، كان سعرها في سوق العبور من 60 إلى 70 جنيه. يعني تجار التجزئة أضعاف أضعاف المكسب من الجملة. الفلفل يا جماعة اللي هو الفلفل الرومي من جنيه ونص إلى 2 جنيه، وفي أعلى حاجة يا جماعة 3 جنيه. الأسعار يا جماعة دي أسعار جملة، زي ما قلنا إن برا بتتباع أضعاف أضعاف اللي انتوا الأسعار اللي انتوا بتسمعوها دي. الأسعار في التجزئة غير اسعار الجمله. يا ريت كل واحد يا جماعه يكتب لنا الاسعار اللي هو اشترى بيها، يكتبها لنا في تعليقات على، ويكتب لنا المكان بتاعه فين، بحيث ان احنا نعرف فرق الاسعار بين كل محافظه وبين كل مكان لاخر. شكرا ليكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.